The figure shows the velocity of a particle moving along the x-axis as a function of time. يعني مديني التايم مع ال v. بيقول find the average acceleration. ال a average قلنا بتساوي ايه؟ السرعة التانية ناقص السرعة الأولى على فرق الأزمنة. طيب of the particle in the time interval من واحد لغاية خمسة، من واحد هنا يعني لغاية خمسة يعني هنا كده. طيب ال v اتنين بكام عند الزمن الثاني؟ بستة، ماينس ال v واحد ماينس اتنين، خمسة ناقص واحد، وبالتالي هتساوي ستة ناقص ناقص اتنين تمانية، تمانية على الأربعة اتنين، وحدتها متر على السكند سكوير. يبقى كده جبنا الإجابة. هو كان طالب الـ average acceleration، فرق السرعات على فرق الأزمنة للـ time interval اللي هو طالب. عندنا السرعتين قريناهم من الرسم، دي ستة وهنا ماينس اتنين، فستة ماينس ماينس اتنين تمانية، وهنا خمسة وده واحد، فخمسة ناقص واحد بأربعة، تمانية على أربعة باتنين.